لي لو انت رايح اولى ثانوي، رايح ثانيه ثانوي، رايح ثالثه ثانوي ومش متاسس، الحل بسيط جدا. هتشترك معانا في كورس اسمه الكورس التاسيسي. طب ايه الكورس التاسيسي؟ اولا يا شباب هو عباره عن 12 محاضره. محتوى المحاضره يا حبيب قلبي طبعا بنبدا اول حاجه بجزء لسننج استماع عشان تسمع يا شباب بالامريكان بريتش، بعد كده بنطلع مجموعه فيكاب كلمات مهمه جدا بقول لك احفظها يا شباب، بعد كده بنعمل جزء اسمه سبيشال فيكاب صعوبات خاصه، ده عباره عن اكتر كلمات بتشبه لبعض في المحاضره، بعد كده جزء الجرامر ده جزء مهم جدا، بعد كده جزء هوم وير بنشتغل عليه اثناء اللي احنا شرحناه اثناء المحاضره، بعد كده في كلمات مهمه جدا ثم كلمات القاموس. يبقى نهايه الكورس معاك قاموس كلمات، مخلص الجرامر، معاك جميع قواعد الليسننج في اللغه الانجليزيه. كورس المنهج بيتعامل مع طالب شاطر، وده بياخده الطالب اللي رايح ثالثه ثانوي. 12 محاضره بتحضر محاضرتين كل اسبوع، بيديك 50% من المنهج و50 الثانيه بتبقى معلومات كلغه بشكل عام، وطبعا ده بيحطك في حته ثانيه خالص وانت في منهج سنه ثالثه. كل ما بتقابل حاجه في سنه ثالثه بتقول احنا خدناها في الكورس. ولو عايز تتعلم وتتاسس انجليزي صح فحلها مع مستر النجار.